السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة هحكي لك فيها عن تجربتي في شراء 2 سوفت بوكس عشان نقدر ان احنا نصور بجودة افضل او احسن من السوفت بوكس التقليدي اللي انا كنت عامله من تقريبا 6 شهور او 7 شهور من اول ما بدأت يعني اظهر في القناة وانا عامل السوفت بوكس ده. والصراحة كويس جدا يعني للناس، كل الناس اللي عايز تبدأ يوتيوب ده حاجة بسيطة وكانت حلوة جدا بصراحة، وكانت مقضية الغرض باللمبة الليد دي، وكانت حاجة جميلة جدا يعني. وبصراحة انا شايف ان كانت الضوء ممتاز جدا يخليني اقدر اصور، ويعني رجع اشوف الفيديوهات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، كل الفيديوهات دي معمولة بس ب2 سوفت بوكس تقليديين جدا، معمولة بالكرتون وشوية ورق يعني وحاجات بسيطة، زائد الكالر كوريكشن اللي بعمله بس. يعني مش في كل الفيديوهات كنت بعمل حتى كالر كوريكشن، في فيديوهات ما كنتش بعمل كالر كوريكشن، لكن دلوقتي مع الاتنين سوفت بوكس الجداد اللي ممكن ما يبانش ان في فرق شاسع في الشكل، لان الفرق ده يبان في حاله واحده بس، لو انا ما كنتش بصور باضاءه وكنت بصور باضاءه الاوضه، ولكن انا كنت بصور باضاءه بالفعل وباضاءه 2 سوفت بوكس وكنت عاملهم بايدي، ف يعني هتلاقي الفرق مش واسع قوي. ولكن الحاجات دي ليها استعمالات تانية، مثلا لما اجي اعمل ريفيو للموبايلات هقدر ان اعمل ريفيو من فوق زي ما الناس قالت لي وزي ما الناس نصحتني ان انا اعمل ريفيو او اعمل انبوكسنج من فوق واجيب الاضواء من فوق، ده هيساعدني اكتر ويبقى عملي معايا اكتر. فخلينا يعني نفك هنا من الحتة دي ونركز في ازاي انا اشتريت الحاجات دي، ويا ريت تلحق العرض ده عشان ما يفوت، هيفوتك حاجة كبيرة جدا لو ما لحقتش العرض ده. بداية انا نزلت المنصورة، انا عايش طبعا الناس عارفة ان انا عايش في اسكندراوين، انا نزلت المنصورة عشان اشتري السوفت بوكس، قعدت الف في كل حتة، انا عارف ان انا مش هلاقيه غير في القاهرة في شارع شريف او الحتت دي او كريم ستورز والحاجات دي، ولكن انا قلت استسهل يعني، فنزلت المنصورة بحيث ان انا ادور. فدورت يوم كامل انا واحد صاحبي اسمه احمد، المهم يعني قعدنا ندور، فلفينا الدنيا كلها، العباسي، شارع شيهان، في كل حتة، كل المحلات، لقينا واحد عنده سوفت بوكس اللي انا عايزه كسوفت بوكس فقط بدون الحامل، وكان غالي جدا جدا يعني، غالي اوفر، كان الواحد مثلا السوفت بوكس ب 450، سوفت بوكس فقط من غير الحامل ب 450، وكان بيقول الحامل بيبدأ من 500 وانت طالع، اللي هو يعني اسعار خيالية بمعنى اصح، كان فعلا المحل ده غالي جدا. فطبعا ما اشتريتش منه السوفت بوكس، ورحنا لمحل تاني في العباسي اسمه ابو حمامة، المحل ده كويس ولكن لقينا عنده حامل واحد فقط وما عندوش سوفت بوكس، عنده حامل بس، وحامل واحد بس وتقيل، والحامل كان ب 350 وده السعر الطبيعي بتاعه، ولكن للاسف ما عندوش غير حامل واحد بس، وما كنتش اقدر اخد منه الحامل من غير الباقي العده يعني السوفت بوكس وكده. فقفلت خالص من الموضوع يعني، كنت تقريبا 6 7 ساعات في المنصوره من اول يوم لحد تقريبا المغرب او العشاء، مروح البيت من الساعه 12 للعشاء تقريبا، فالموضوع كان يعني احباط. بفتح الموبايل لقيت عرض من كريم ستورز بيقول 2 سوفت بوكس، 2 ستاند وشنطه والكلام ده كله، و2 لمبه والحاجات دي كلها ب 1000 جنيه بس، ب 1000 جنيه سوفت بوكس اللي هو العرض والطول يعني 70 في 50، طوله 70 وعرضه 50، ممتاز جدا يعني. انا هوريك صور دلوقتي هتلاقيها عندك صور، بصراحة ممتاز جدا وشكله ممتاز وكبير جدا، انا توقعت انه يبقى صغير او يعني مش زي مثلا ال 60 في 90، تمام 60 في 90 هيبقى اطول شوية، ولكن ده مازال ممتاز جدا وهيقضيك 100%. يعني مثلا ال 60 في 90 والحاجات دي وال 120 في 120 والحاجات دي مش بالسعر يا جماعة، الحاجات دي للناس الفوتوغرافرز اللي بيصوروا في استوديوهات والحاجات دي، لكن انت كيوتيوبر مش هتحتاج اكتر من ال 50 في 70 اللي انا اشتريته ده. ممتاز، العرض ب 1000 جنيه والتوصيل لحد باب بيتك، مش قوي كده بصراحه التوصيل، انا يعني انا هحكي لك اللي حصل، ولكن التوصيل في مقابل 125، فانا اشتريته بمبلغ 1125 جنيه، تمام اشتريته ب 1125 جنيه بالظبط. طبعا يعني ده غير حق المشاوير لان متاكد ان انا مستملاوين. حاجه تانيه بقى اللي حصل، ليه اصلا انا رحت خدته من المنصوره، انا خدته من المنصوره بسبب انه ما بيوصلش الاستنبلاوين، طبعا في شركه شحن اسمها ميدل ايست، الشركه دي انا رحت خدتها او خدت الحاجه دي منها هي، يعني الحاجه دي انا رحت خدتها منها هي من الفرع بتاعها في المنصوره، تمام. ف يعني ممكن اسيب لك العنوان اسفل الفيديو، المهم يعني كان صعب ان هو يجيبوا لي استنبلاوين. فمش عارف انت لو في القاهره طبعا ممكن تروح كريم ستورز تشتري الحاجات دي بنفسك، المهم تلحق العرض ده، عرض ممتاز جدا بصراحة. الكلام اللي بقوله عن التجربة اللي انا عملتها دي، وبصراحة كان عرض ممتاز يعني، وكان
انا اتبسطت جدا ان انا التعب اللي انا عملته في اليوم اللي انا رحت ولفيت فيه الدنيا كلها وما لقيتش الكلام ده ما راحش على الفاضي، والحمد لله لما رجعت لقيت العارض ده مستنيني واشتريت الحاجات دي. زي ما قلت لك ممكن ما تلاقيش الفرق الشاسع، ولكن الفرق بقى كويس، وهتلاقي فرق بقى في شوتات تانية ان شاء الله هاخدها، وهتلاقي الفرق الاوسع والافضل طبعا لما هجيب الكاميرا. فاعتقد ان انا كده قلت كل حاجه اللي حصلت لي في اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، عن طريق يعني ان انا كنت بحاول اشتري سوفت بوكس. طبعا السوفت بوكس ده بفلوس اللي انا كسبتها ال 70 دولار اللي قلت لكم عليهم في الفيديو اللي فات. لو ما كنتش شفت الفيديو ده يعني ارجع اتفرج عليه. والحمد لله تقريبا خفيت يعني عن المره اللي فاتت، ولكن يعني خفيف خفيف كده الحمد لله خير. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون التجربه دي افادتكم، واتمنى برضو انك تلحق لو انت يوتيوبر او اي حاجه تلحق العرض ده، عرض مميز جدا. زي ما قلت لك 1000 جنيه في مقابل 2 سوفت بوكس، 2 ستاند، 2 لمبه والكلام ده كله، فممتاز جدا بصراحه. بس كده دي حلقة النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتك الحلقه دي تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني من الدوريه الحمراء اللي قدامك دي، او تحت تلاقي زرار سبسكرايب. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.